الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والصائمون والصائمات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زاري الله فكادك هنا زكاة الفطر أن التواوسالن. أولا، ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر مالت من مالت نوم. الزكاة الفطر هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلم. هي زكاة الفطر كزكاة عند يهونج كل مسلم لاي واجب يهونج زكانات. هي نيو زكاة كليلة نيو زكاة ليتم يادرقو يانيو كبراج وي براجن طهرة للنادرق منا وطاسيون. هي نيو دمو طهرة النفس راساتين نفساتين طهرة للنادرق منا وطا زكانو. عندهم هي زكاة الفطر واجب بمهونو يتزقبو حديثو تشالو النسون النمال كتاتشو استي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. زكاة الفطر طهرة للصائم ويدمو لصومنا طهرانات. كمن من اللغو والرفث كمدفو نققر درقيتنا مدفو إيتا آيتن ويأدرقن كهونا كنزي صوماتشن دنا عندهون صوماتشن دكمو بنكهونا. إيه زكاة الفطر لسو طهرا يهون اللات المالتنو وطعمة للمساكين عندهم دمو لمسكينوش مقبي يهون اتشنات. إيشي زكاة الفطر متبال مالتنو. من أداها قبل الصلاة فيها هي زكاة مقبولة. إيشين يهون زكاة كصلاة العيد بفيت ياهو التاسو السوا زكاتوا تكباي يالنو. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. كصلاة العيد بوالا قن سجدوك متابوالا ياهو التاسو من دنو إيه لك اندمان نيوم صدقة يكوتر عالنجي زكاة الفطر لهون اللت عايشلو مهلالو. رواه أبو داود فزقبوت حديث لاي مالتنو. هنا التنيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من التمر أو ساعة من الشعير على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة. ابن عمر رضي الله عنه باستلا لفوت حديثات شلعي رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قداج آدر قوال على قداج آدر قوال. عندهم عند ساعة كتمر وين عند ساعة مالت 3 كيلو مالتنو عندنا وطا كتمر عندهم كقبس عندهم دمو كسندي عندنا وطا مانين يوم بارا يهونم بارا ما يهون سيتم يهون وانت تنشم يهون تلك موتاتو قداج هونوال. لذين يو دمو موتاتو من نوتا قزيو سنناقر منالا وأمر بها أن توديها قبل خروج الناس إلى الصلاة. سوچو دا صلاة كموتاتا شو بفيت موتا زكانا تشي زكاة الفطر متبالو مالتنو كصلاة بفيت موتاتو قداج نو مالتنو. رواح البخاري ومسلم وأصحاب السنن عندهم رواه البخاري ومسلم حديثون زقبوتها المالتنو. للان يوم هي زكاة الفطر مبالو من الالو زكاة الفطر للشهر رمضان كسجدة الساهو للصلاة. هي زكاة الفطر لرمضان ما جرش علي منا وطات لك لصلاة سيود السهو عند منا درقات نوالو. صلاة عشان كتتراتر صلاة عشان
يهنا قبل توبة البلن دك مو بنا دول من سناسب سود السحو من نار رجالن قداج لمن يا صلاة أجن إنا ما ندهون اللين تكلين يا صلاة ندهون اللين لك هي زكاة الفطر من بالم لك إن دياتي سود السحو ناتالو يا سود السحو لك صلاة تكلين دتون سود دمن نار هي زكاة الفطر رمو صومات لك إن دتون من نواتات زكاة تلالو إهينياو يا متوت ويدمو يزجبوت المجمع للنووي يملو مصحف لا يتوسدنو مالتنو للانياو هينياو حديث ويدمو زكاة الفطر يمناقرو مندنو مال لا مالت لمن هي زكاة واجب تدرج يمجمراو طهرة للصائم لك قدم رسول الله عليه وسلم عند تناقروت طهرة للصائم من الرف من اللو والرف دالو صومن طهرة تادر قالج كقولوا تكلين يا صوم انتهون تادر قالج لزينو قداس تادر قو يما جمرا ومالتنو هلتين يا مكنات سبب واجب تادر قبت تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلم والناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام يوم العيد ما نين يوم سو دهاهم أفتامون إيدون بدستا اندي أسحلفنا يمانم إج اندي ملكت إيه لدهوج اندست واجب تدرقوال مالتنو لازم الرسول صلى الله عليه وسلم حديثات شولاي من الالو ليلة حديث لاي أغنوهم عن المسألة في هذه اليوم بزاتش كان ويدمو بعيد كان النسون أبقى قواتشو كمال من علو وفي رواية بيلا زقبا دمو أغنوهم عن الطواف هذا اليوم بعيد كان يسو بيت مزور كمزور أبقى قواتشو أدنو أتشو على رسول الله عليه وسلم رواه البهقي والدار القطني بهقينا دار القطني زقبو تان مالتنا حديثون للان يوم ما لاين واجب متونو إتش زكاة الفطر متبال ما لاي قداز تونا لتش موطاتوا تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجته الأصلية في يوم العيد وليلة كل مسلم لاي واجب نات عندهم واجب هونو مالتنو عندسو بيتسابون سيستدادر يا عيد كان بلتو عندهم بتسوتشو بلتو تتتو ما تعاونوا من دي بلتو تتتو مولو بتنجر كاجنيو كذا يترفع نجر كله موتات السلاي قداجنو إلى الله عندهم لمسالة لجوج دها كونو يلا قبضش لج كالج بالو أكا يلا درسش كالج كنسو موتات قداجنو نجرجن لجك الله حبتم كهنا ما وطعتوا قد داعي دلهم هي زكاة الفطر لهل مسلم قد داعي لونا رحصوا ما وطعت على بث مالتنا إنديوم دموا ويستحب إخراجه عن الجنين عن الجنين الذي أتم 40 يوما في بطن أمه أي نفخت فيه الروح إنديوم دموا أربعة أن يملا هس عن بناته دوست يالله ويم جبريل عليه السلام روح يتنفابت لج وينفابت لج بهدوست كلا لسو دمو زكاة الفطر موطات مستحبنو يتوددنو يلالو عندهم يمي تلسون جي يمي تلسو لاي قدا جاي دلم بنقرأة اللاي واجب سوون عند سو بشريعك بفك دلتم بايفك دلتم عفترو ويدمو سومون باي سوم هي زكاة موطات بسولاي قداج نولالو للا علماء وشمالتنو سلزي ازي چيغا لمچل سونو ماوطاتو واجب يمي هونو مالتنو للانيو دمو مقدارو زكاة الفطر زكاة الفطر من اينو ماوطاتي اللبت الواجب في زكاة الفطر ساعة من الأرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبره قوته يتقوت به انقدي واجب نويلالو في زكاة الفطر زكاة الفطر لا ساعة مالت 3 كيلو يمهون مستت
كروز كقمح مالت كسندي مالتنا والشعير كجبس مستت واجب نولالو نجرجن هي ودا هجراتو لايهم مجنوا ودا مدينة مكة جدة ويدمو ليلا عربة هجروتش لاي هي نجروتش سلم بقولنا إذا هجر سلم مجنونه نجرجن مما يعتبر قوته يتقوت به ليلا ولا مثلا هجراتش لا بن الملكة ويبقولوا لبلاش لالن سندي لبلاش لالن تيف لبلاش لالن كذا سوست كيلو موتات قداجنو عندهم دمو دوكيت موتاتهم يتشالال منهم تشقري اللهم بلوهال مالتنو قزيو موتات اللبن قزي مالتنو تجيب الزكاة الفطري بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان يا شهر رمضان مجرشا لاي لمسالي حازتنينيا سحاي لاي ميالتكو هنا سحاي كقباش بوهالا اسكا عيد الفطر اسكدر سماوطاتو يتشالال 30 لاي من نچرسو كونه صيامون ويصومون 30 قال لاي من نچرسو كونه 30نياو كان صحاي كغبا جمرو اسكا عيد الفطر يتشالال مالتنو ماوطاتو انديوم دمو كذا بفيتم ماوطاتم بهولت كان وي باند كان قدم بلو ماوطاتو شجر لهم يتشالال يملو الو لزيم دمو ابن عمر مع أنه قال في صدقة تطوع وكانوا يعملون قبل الفطر بيوم أو يومين أخرجه البخاري بخاري بزقبوت حديث منالو بعند كان بوي بهولت كان قدم بلو ياوتو نبر صحابوش بلو زقبوت هالمالتنو بليلا يوم حديث أبي درداء بسند الصحيح أنه قال بصحيح يهونا حديث لا يتزقب أبو درداء باورود حديث فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ابن عمر رضي الله عنه كعيد الصلاة بفيت بأندك أنه يبهلتك قدم بلو ياوت أنبر بلو حديث زقبوت هالمالتنا وها هو زكاة الفطر الله سبحانه وتعالى رمضان راتشن مقبول يا درقلن وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.